تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وارحمنا بمحمد وآله الطيبين الطاهرين في الدنيا والآخرة يا رب. من الإشكالات التي يذكرها بعض الناس على مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه لماذا نقيم المآتم على سيد الشهداء عليه السلام، ولماذا البكاء على الحسين عليه السلام؟ الجواب من خلال القرآن الكريم وما تضمنه القرآن الكريم من الإشارة إلى إقامة المآتم وإلى إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. نشير إلى ذلك أو إلى الجواب من خلال الآية المباركة التي افتتحنا بها المقام، وهي آية مرتبطة بالنبي الكريم يوسف الصديق عليه السلام وعلاقته مع والده نبي الله يعقوب وكذلك إخوة نبي الله يوسف عليه السلام. الآية المباركة تقول: وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف. هذه الآية المباركة في القرآن الكريم جاءت بعد أحداث متعددة متعلقة بنبي الله يوسف عليه السلام، بعد أن أصبح في مصر وإخوته مع أبيه في فلسطين، وبعد مدة من الزمن وصلت ما يقرب إلى 40 سنة، يعني الفراق الذي دام بين نبي الله يعقوب عليه السلام مع ابنه يوسف ما يقرب من 40 سنة، وأصيبت الأمة بقحط معين، فقام إخوة نبي الله يوسف وجاءوا إلى أبيهم واستشاروه في التوجه إلى مصر أن يأخذ الكيل من عزيز مصر، وكان نبي الله يوسف عليه السلام في مصر. أذن لهم نبي الله يعقوب عليه السلام أن يتوجهوا إلى مصر، وكان معهم أخ لنبي الله يوسف اسمه بنيامين. سمح لهم بهذا الأمر فتوجهوا إلى مصر، ولكن أخذ عليهم الشروط والعهود والمواثيق أن يرجعوا إليه سالمين مكتملين. طلعت من عندي 10 ترجعوا لي 10، أو طلعت من عندي 11 ترجعوا لي 11، وإخوة نبي الله يوسف عليه السلام عددهم 11. وفعلا توجهوا إلى مصر، التقوا مع نبي الله يوسف، عمل المكيدة وثبتت السرقة على أخيه بنيامين، فأخذ إلى دين الملك، ففقدوا واحدا منهم وأصبح 9. الابن الأكبر لنبي الله يعقوب عليه السلام الابن البكر لما رأى أخاه في مصر أنه أصبح في مصر رفض الرجوع إلى فلسطين، قال: أنا ما أرجع لفلسطين، كيف أقابل أبوي الآن؟ أنا أعطيت أبوي العهود والمواثيق أن نرجع إليه سالمين مكتملين، الآن فقدنا واحد من الإخوة، ما أقدر أرجع أنا إلى فلسطين، فبقي في مصر. ففقدوا 2 وبقي 9. هؤلاء 9 رجعوا إلى فلسطين والتقوا مع أبيهم نبي الله يعقوب عليه السلام. لما رآهم يعقوب تقول الآية: وتولى عنهم. تولى عنهم يعني أعرض بوجهه الكريم عنهم، لم يشأ أن ينظر في وجوههم، وهذه دلالة الغضب، دلالة الحزن من الوالد تجاه
الأبناء. إذا الوالد يقول للأبناء والله لا تطالعوا فيني، أو الوالد ما يريد يطالع في وجوه الأبناء، هذه دلالة الغضب والحزن عند الأب تجاه الأبناء. وهذا ما فعله نبي الله يعقوب عليه السلام، وتولى عنهم، يعني أعرض بوجهه الكريم عنهم. تقول الآية المباركة وتولى عنهم وقال يا أسفا. كلمة أسفا في اللغة العربية أصلها أسفي بالياء، فأبدلت الياء إلى ألف مقصورة فأصبحت الكلمة أسفا. عندنا كلمتان في اللغة العربية، ولهفة وواسفا. هذول الكلمات تقول ولهفتي وواسفي، تبدل إلى الياء، تبدل إلى الألف المقصورة، أبدلت إلى الألف المقصورة، فيا أسفا أو واسفا بمعنى شدة الحزن وشدة الألم. الآن إحنا لما نسمع خبر من الأخبار إن فلان من الناس توفي رحمه الله، نقول أفا. دي الأفا اللي إحنا نقولها في العامية بمعنى التأسف، شدة الحزن وشدة الألم عند الإنسان. نبي الله يعقوب عليه السلام دليل على حزنه وألمه، يقول وأسفا، يعني أنه في حالة حزن وفي حالة ألم. جاء واحد إلى الإمام السجاد سلام الله عليه، قال لسيدي مولاي ليش نبي الله يعقوب ما قال إنا لله وإنا إليه راجعون؟ مو الأفضل أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة معينة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ يعقوب ما قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الإمام السجاد عليه السلام الأمة الوحيدة التي علمت قول إنا لله وإنا إليه راجعون أثناء المصائب هي أمة النبي الأكرم محمد. الأمم السابقة ما كان عندها قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنما تبدي الألم من خلال التأسف وأسفا. وتولى عنهم وقال ويا أسفا على يوسف. هنا يتساءل العلماء سؤال جدا مهم له ارتباط بالمولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. يتساءل المفسرون سؤال أنه لماذا تأسف نبي الله يعقوب على النبي الكريم يوسف عليه السلام؟ المصيبة ما كانت مصيبة نبي الله يوسف، وإنما المصيبة كانت مصيبة الأبناء الجدد، بنيامين الابن الأكبر. زين ليش ما قال يا أسفا على أولادي، على أبنائي، كل الأبناء؟ وهذه الآية مثل ما قلنا جت بعد 40 سنة من فراق دام بين نبي الله يوسف عليه السلام مع أبيه يعقوب. ليش ما يتأسف على الأبناء بأجمعهم؟ الجواب من خلال جوابين، ولكن هناك جواب مرتبط بالمولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أجيب جوابين. قالوا أن الجواب الأول اكتفى بالتأسف على يوسف لأنه فقد بنيامين. كيف يعني فقد بنيامين اكتفى بالتأسف على يوسف؟ بنيامين كما قيل أخ إلى يوسف الصديق من أبيه وأمه، أخو خليصه، وكان بينهما شبه كبير جدا. فإذا أراد أن يتذكر نبي الله يوسف نظر إلى بنيامين فتذكر نبي الله يوسف عليه السلام. الآن مثلا الإمام سيد الشهداء سلام الله عليه لما يريد يتذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وين يطالع؟ يطالع علي الأكبر عليه السلام. إذا أراد أن يتذكر الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه ينظر إلى ابنه القاسم من الإمام الحسن، يتذكر الإمام الحسن عليه السلام.
أيضا النبي الكريم يعقوب إذا أراد أن يتذكر وأن يتسلى بالنظر إلى بنيامين من أجل أن يتذكر نبي الله يوسف عليه السلام، كلما رأى بنيامين رجعت الذكريات مع يوسف. فنبي الله يعقوب لما فقد بنيامين تذكر نبي الله يوسف سلام الله عليه واكتفى بالتأسف على يوسف. هذا السبب الأول. نجي إلى السبب الثاني الأهم. السبب الثاني أن الآية المباركة اكتفت بالتأسف على يوسف لأن الإنسان إذا تعددت عليه المصائب وتنوعت عليه المصائب أرجع المصائب إلى مصيبة واحدة فقط، بس إلى مصيبة واحدة. أي مصيبة من المصائب؟ يرجع المصائب إلى أشد المصائب وإلى أألم المصائب وإلى أوجع المصائب. ولا شك ولا ريب أن مصيبة نبي الله يوسف عليه السلام بالنسبة إلى بنيامين هي أشد المصائب وأألم المصائب. الآن مثلا واحد من الناس معرض، الآن أنت تشوف هذا الزمن اللي احنا ترينه به في أيام كورونا، الواحد يفقد أخ، يفقد أخ، يفقد أب، يفقد أم، يفقد كذا كذا كذا، ويفقد الأعزة والأحبة، وتتعدد المصائب وتتنوع المصائب على الإنسان، فيرجع الإنسان جميع المصائب إلى مصيبة واحدة. أي مصيبة؟ يرجعها إلى المصيبة الأألم، المصيبة الأشد، المصيبة الأوجع. كذلك نبي الله يعقوب عليه السلام، نبي الله يعقوب أصيب بمجموعة من المصائب، أرجع المصائب إلى مصيبة واحدة. أي مصيبة؟ المصيبة الأألم، المصيبة الأوجع. وهذا جواب على التساؤل الذي ذكره بعض الناس على الشيعة، ليش أنت تقيم المآتم على الحسين عليه السلام؟ يعني الحسين أفضل من النبي صلى الله عليه وآله؟ أفضل من أمير المؤمنين عليه السلام؟ أفضل من السيدة الزهراء سلام الله عليها؟ أفضل من الإمام الحسن عليه السلام؟ لا، مو أفضل، ما نقول من أفضلية. لا أحد من الشيعة يقول أن الحسين وحاشا لله أنه أفضل من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ما أحد أفضل من رسول الله. لكن المسألة مو مسألة أفضلية، والله فلان أفضل من فلان، أن النبي أفضل من الحسين عليه السلام، لا، المسألة مسألة مصيبة، أن المصيبة التي جرت على أهل البيت عليهم السلام أشد المصائب وأألم المصائب وأوجع المصائب ما جرى على أهل البيت في كربلاء وعلى سيد الشهداء عليه السلام. وهذا الكلام جسدته مولاتنا زينب سلام الله عليها يوم العاشر من المحرم، قالت اليوم مات جدي محمد المصطفى، اليوم مات أبي علي المرتضى، اليوم ماتت أمي فاطمة الزهراء، اليوم مات أخي الحسن المجتبى. يعني الخمسة أصحاب الكساء. المسألة مو مسألة أنه والله النبي أفضل أو الإمام أفضل أو الزهراء أفضل، وإنما أشد المصائب وأوجع المصائب على أهل البيت مصيبة المولى أبي عبد الله الحسين. لذلك إحنا نسمي المآتم حسينيات، نسمي الأماكن أو ما نحييه نسميه بالحسين عليه السلام، لأن أشد المصائب وأوجع المصائب على أهل البيت عليهم السلام. لذلك نبي الله يعقوب سلام الله عليه أرجع المصيبة إلى مصيبة واحدة. شو تقول الآية المباركة؟ تقول وابيضت عيناه من الحزن. ابيضاض العين يعني تحول العين من اللون الفلاني إلى اللون الأبيض، وهذا التحول من اللون إلى اللون دلالة على أحد أمرين، إما أنه دلالة على وصول الإنسان
إلى مرحلة متأخرة من النظر، أو إلى وصول الإنسان إلى عدم الإبصار تماما، يعني ما يشوف. قيل هذا في نبي الله يعقوب، وقيل هذا، يعني الرأيان موجودان عند نبي الله يعقوب، لكن القرآن الكريم فيه دلالة على أن نبي الله يعقوب عليه السلام فقد عينيه وصار ما يشوف عليه السلام. وهنا تساؤل جدا مهم، هذا البكاء الذي بكاه نبي الله يعقوب عليه السلام لمدة سنوات، 40 سنة يبكي على ولده، 40 سنة، مو سنة أو سنتين، بكاء اعتباطي، يعني نبي الله يعقوب عليه السلام جاهل والعياذ بالله. نبي الله يعقوب عليه السلام يفكر أن البكاء حرام، يعني أبدا، هذا نبي من أنبياء الله، مو جاهل قاعد يبكي، وإنما بكى 40 سنة شوقا لنبي الله يوسف عليه السلام، بس اشتاق إليه، بس اشتاق إلى ولدي. أنا الآن لما اشتاق إلى ولدي، ولدي موجود في أمريكا على قيد الحياة زين، وأنا اشتقت إلى ولدي وصارت دموعي، ما حد يقول والله هذا حرام، الشوق والبكاء على الحبيب ما هو حرام حتى وإن كان على قيد الحياة. زين، أنا اشتقت مثلا إلى ولدي، ولدي في المقبرة ميت وصارت دموعي على ولدي، حرام يعني؟ أبدا مو حرام، الحرام هو الاعتراض على أمر الله تعالى، أن يعترض الإنسان على أمر الله. أما مجرد البكاء وسيلان الدموع، نبي الله يعقوب عليه السلام. لذلك يجي واحد إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول لسيدي مولاي نبي الله يعقوب يدري عن ولده أنه على قيد الحياة؟ يدري عنه وما يدري؟ قال له الإمام الصادق بل يعلم أنه على قيد الحياة. قال له زين، إذا يعلم على قيد الحياة ليش يبكي عليه؟ اللي يبكي على ولدي يبكي ميت، أما أنا أعلم جزماً قطعاً ولدي على قيد الحياة، ليش أنا أبكي عليه؟ قال له بكى عليه شوقاً له، اشتاق إليه فبكى على ولده. زين، هذا نبي الله يعقوب بس اشتاق إلى ولده فبكى،